أهلا ومرحبا بكم على لقاء جديد من علوم الدار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حمدان بن زايد يؤكد بدعم قيادتنا الرشيدة تواصل الإمارات تعزيز رسالتها ومبادراتها الإنسانية العالمية. استمرار الجسر الجوي الإغاثي للشعب السوداني الشقيق. أهلا بكم. في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف 8 مايو، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برسالتها الإنسانية العالمية، والمضي قدما في تعزيز القيم والمبادرات التي تحد من وطأة المعاناة. وقال سموه إن ما حققته الإمارات من مكانة متقدمة في الجانب الإنساني والتنموي كان بفضل جهودها في مجال تحسين فرص التنمية البشرية في المجتمعات النامية والساحات المضطربة، ونتيجة طبيعية لعمل دؤوب ومبادرات رائدة تجد الدعم والمساندة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأشار سموه إلى أن تطورات الأوضاع الإنسانية الراهنة في عدد من دول المنطقة والناجمة عن تصاعد وتيرة الأحداث والنزاعات وتداعياتها على السكان المدنيين والأبرياء من النساء والأطفال. وقال سموه إن ما يجري حاليا يضع منظماتنا الإنسانية وهيئاتنا الإغاثية أمام تحد كبير يستلزم وقفة قوية وجهودا جبارة وعملا مشتركا لتوفير ظروف حياة أفضل للمتأثرين في تلك المناطق. ودعا سموه إلى تعزيز أوجه التضامن بين مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا الصدد، وعلى قيم الشراكة الإنسانية والتعاون والتنسيق من أجل عمل فاعل ومؤثر يواكب حجم التحديات والمخاطر. وناشد سموه المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية لبذل مزيد من الجهود لتنمية المجتمعات الأكثر هشاشة والعمل سويا لدرء المخاطر المحدقة بملايين البشر حول العالم. رحبت دولة الإمارات بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة. وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دور المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار، مؤكدة أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة. وعبرت الوزارة عن الأمل فأن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وما زلنا في الشأن السوداني، حيث وصلت طائرة إماراتية ثانية تحمل 30 طنا من المساعدات الغذائية للمدنيين في جمهورية السودان بعد الطائرة الأولى التي أوصلت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية العاجلة. مزيد مع موفد قنوات أبوظبي إلى السودان مكتوم محمد. في هذه الأثناء مشاهدينا، حطت طائرة المساعدات الإماراتية الثانية رحالها هنا في مطار بورت سودان، والتي تحمل على متنها عشرات الأطنان من المواد الإغاثية، وهي استمرار للجسر الجوي الإماراتي للشعب السوداني الشقيق في هذه الأزمة الحالية. جهود إنسانية وجسر جوي انطلق من دولة الإمارات يحمل معه عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية، ويحمل معه أيضا شعلة أمل بأيام أفضل تمكن المتضررين من الأزمة السودانية من تجاوز فترة صعبة عايشوها خلال الأسابيع الماضية. ركبنا من مدني 14 ساعة، تعبنا تلعوزنا الشوارع التعب والباص وانا رايح الشيبة. نعم تعبت تعب، لكن الحمد لله لما جينا نحن هنا في بور السودان استقبلونا ناس القنصليه والسفاره، استقبلونا بطريقه فنانه واكرمونا، ما قصروا فينا وكثر خيركم.
جهود لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي الذين عبروا عن امتنانهم لهذا العطاء الذي لم يتأخر يوما عن نجدة الأشقاء والأصدقاء. تتجسد في هذه المساعدات التي تنوعت ما بين مساعدات طبية عاجلة ومواد غذائية وإجلاء لعشرات العالقين. من الساعة واحدة نحن وصلنا 5 مساء عشان نصل للأمام. هنا يوقفونا ضرب تخير رصاص، إلا أخذ حاجة كده تخاف إن تجيك رصاصة، عشان كده بقينا مرعوبين. وجزاهم يعني أخواننا في الأمارات هو دعمونا الحمد لله، فبحاولوا يساعدونا نطلع برا لغاية الفترة دي نشوف اللي بيحصل شنو. استجابة إنسانية عاجلة تخفف من حدة التداعيات التي نتجت عن الأوضاع الحالية في السودان، والتي تسببت في نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ومعاناة الآلاف من الأسر والنازحين. وإلى سوريا، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية نحو 1100 أسرة سورية بمجموع 6000 شخص، من بينهم 300 مستفيد سوري من الحالات الطبية العاجلة، وذلك بحسب ما صرح به وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا العامل ضمن عملية الفارس الشهم 2. شملت التخصصات الطبية والتي أشرف عليها وفد الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري من يعانون مرض السرطان وتوفير العلاج الكيماوي للمرضى، بالإضافة إلى التخصصات الطارئة والحرجة من الكسور وعمليات القلب والعيون والسماعي وعمليات استبدال مفصل كامل، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكراسي المتحركة. وأوضح وفد الهلال الأحمر الإماراتي أنه تم إعداد ملف طبي كامل للمرضى غير القادرين والمتضررين من زلزال 6 فبراير، والبدء في إجراءات تلقي العلاج وإجراء عمليات إجراحية فورية، كما تم إرسال 10 حالات عاجلة إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج فيها. في تركيا، حيث المستشفى الإغاثي الميداني الذي يضم خبرات طبية إماراتية عالية من استشاريين واختصاصيين، موفدنا إلى الجمهورية التركية سهيل الزبيدي والتفاصيل. يتميز المستشفى الميداني الإماراتي في إصلاحية بولاية غازي عنتاب بمزايا كبيرة على المستوى البشري وعلى المستوى التقني. يحدثنا عن بعض ما يتميز به المستشفى الميداني قائد المستشفى الميداني العقيد الطبيب علي الزعابي. نرحب بك معنا سيادتك، ولو تأخذنا في جولة على أهم ما يميز هذا المستشفى من الناحية التقنية ومن الناحية البشرية. أخوي سهيل، أنت ذكرت كلمة جميلة، أنت قلت على مستوى التخصصات ومستوى التقنيات. المتخصصين في مستشفانا حاليا 6 استشاريين في مختلف التخصصات. انتم بديتوا في المنطقه الحمراء، هذه نسميها نحن المنطقه الحمراء، لو تلاحظ توجد فيها 4 اسره. هذه الاسره اذا جتنا سياره اسعاف وتم استقبال المصابين فيها، نبدا في تقييم حالتهم في هذا المكان. يتم على اساسه تحديد درجه الاصابه وامكانيه التدخل في حينه، بالاضافه الى إذا احتجنا نأدي مثلا نسحب منه دم لفحوصات طبية، أو كذلك مثلا ندخله إلى قسم الأشعة المقطعية. هذا من الأقسام المتميزة التي يعني لن تجدها إلا في قليل من المستشفيات الكبيرة أصلا، فما بالك بالمستشفيات الميدانية. من أحدث أجهزة السي تي سكان قادر على إعطائنا حتى صور ثلاثية الأبعاد. يتم تقييم حالة المريض، وبعد أن يتم تقييم حالته يحدد الطبيب المعالج إمكانية أو الإجراء اللي بيتبع الأشعة المقطعية، ثم يؤخذ المريض بعد ذلك طبعا إلى المراحل اللاحقة. انتقلنا الآن من المنطقة الحمراء، منطقة الإصابات والحالات الحرجة، إلى المنطقة الصفراء، وهذه المنطقة اللي تكون الحالات فيها أقل حدة، بالإضافة إلى طبعا هنا قسم المختبرات الطبية سيشرح عنه الأخ الفني سعيد الحبسي. سعيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ سعيد، معنا لو تخبرنا عن قدرات المختبر الطبي. الحمد لله رب العالمين أننا يوجد عندنا مختبر كامل متكامل، حيث يغطي كل متطلبات الفحوصات اللي يحتاجها المستشفى الميداني.
كقسم الأمراض أمراض الدم، كقسم الكيميائي، كقسم الأحياء الدقيقة، كقسم بنك الدم التبرع بالدم، وأيضا نقدر نغطي كل الفحوصات اللي يحتاجها الدكاترة منا. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد الحبسي فني المختبر كان معنا. إذا هذه لمحة أخذنا فيها جولة سريعة مع قائد المستشفى الميداني العقيد الطبيب علي الزعابي، وأفادنا أيضا حول المختبر السيد سعيد الحبسي فني المختبر. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بمشاركة أكثر من 400 متحدث عالمي، اختتام المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية. دروب الموسم السادس الليلة 10 مساء على قناة الإمارات. قالوا إن التاريخ ما يكتبه إلا الأقوياء، لكن الحقيقة أعمق من كذي، لأنه قصص وأسرار، عادات وأحداث، دراسات وأثار. ما زال يخبرنا عن مواقع ووقائع غيرت شكل حاضرنا. ما بين قصور وصخور كتب التاريخ سطور. إرث الخميس 9:30 مساء على قناة الإمارات. علوم الدار متواصلة، وكان أبرز عناوينها. في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حمدان بن زايد يؤكد بدعم قيادتنا الرشيدة تواصل الإمارات تعزيز رسالتها ومبادراتها الإنسانية العالمية. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. في دبي اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية، والذي استمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي. أكثر من 2600 خبير ومتخصص في مجال الطب وجراحة التجميل من 83 دولة حول العالم شاركوا في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية آيكوبلاست في الفترة ما بين 5 إلى 7 مايو الجاري. وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 5 مسارات و22 جلسة تناقش أكثر من 200 موضوعا متخصصا في مجال الجراحة التجميلية والترميمية. طبعا الحمد لله وفقنا بأن نحضر ونسوي هذا المؤتمر عندنا هنا في الإمارات، وهو ثاني مؤتمر عالمي للجمعية الجراحين التجميل، وأول مؤتمر عالمي يصير في منطقة الشرق الأوسط أو في آسيا. فالحمد لله قدرنا أن نجيب أكثر من 83 دولة تشاركنا في هذا المؤتمر، ومقدمين على موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وإن شاء الله اليوم بيكون في المقيمين كانوا موجودين أمس واليوم،
بيكون الإعلان إن شاء الله الليلة في الحفل العشاء اللي بيكون مصاحب لهذا المؤتمر. المميز فيه أنه اجتمعوا الكل في سبيل العلم، اجتمعوا رئيسة الجمعية الأمريكية ورئيسة الجمعية الروسية وجميع الرؤساء الجمعيات حضروا لتبادل العلم والمعلومات في مختلف المجالات. في أشياء كثيرة استجدت في المؤتمر، منها تقنيات حديثة ومنها استخدامات حديثة لبعض الأجهزة ولا استخدامات طريقة العمليات وطريقة الإجراء. ضمت فعاليات المؤتمر تقديم مجموعة من الأوراق البحثية التي تعرض أحدث الأبحاث ومناقشة الاتجاهات الجراحية الجديدة والتحديثات في الجراحة وأحدث تقنياتها. أسافر بشكل دائم كما أدرس في الكليات الجامعية، ولكن كان علي الحضور إلى هنا إلى دبي لأن هذا المؤتمر رائع وبالغ الأهمية ويستقبل عدداً كبيراً من المشاركين، وأعتقد أنه الأكبر من نوعه الذي أشارك فيه، كما أن العروض والتنظيم على مستويات عالية جداً، ويشير إلى أن دبي أضحت عاصمة لجراحة التجميل. وعلى هامش المؤتمر عقدت مجموعة من ورش العمل المتخصصة ومعرض وندوات ومحاضرات علمية. عدد العمليات الجراحية تراجع بعد جائحة كوفيد-19، ولكنه الآن يشهد نمواً ملحوظاً، فهو من أكثر العمليات طلباً في السياحة العلاجية في دولة الإمارات. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. 31,800,000 مسافر عبر مختلف مطارات الدولة خلال الربع الأول من 2023 بنمو 56.3%. حالة معقدة لا ينفع فيها جراحة لحالها. Found something that looked like almost jelly inside her abdomen and tumor deposits all throughout the area. اللي هو نوع من الأورام اللي كان بحالتها منتشر بالبطن بطريقة كبيرة جدا. And then you find out that there's something going on inside and something that could be like, you know, a cancerous tumor or some type of tumor that's difficult to treat. هاي تعتبر من الحالات اللي هي نادرة جداً ما تنشاف بشكل دوري. العملية اللي انعملت هي عملية معقدة جداً تتطلب فريق جراحي متقدم المهارات. Tumors like if it's left and not detected, you know, it can get to the point where it's really spread everywhere and that surgery is not a really a great option. العملية هي كتير دقيقة ونادرة ما نقدر نسويها لك إلا تروحين كليفلاند. عمر جديد، الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. يوما بعد يوم يتم تصنيع منتجاتنا المفضلة على نطاق لا يمكن تصوره. السلسلة الجديدة تستكشف التصنيع المتطور في عالم مترابط، نظرة من وراء الكواليس وغوص عميق في الإنتاج والتاريخ وراء المنتجات الاستهلاكية الشهيرة. صنع في يوم واحد، الجمعة 10 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم من جديد. يعتبر قطاع الطيران من القطاعات الحيوية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ودفع عجلة الاقتصاد بصورة أسرع. التفاصيل في هذا التقرير. تواصل الدولة كسب ثقة السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصة مع توفر أبرز المقومات الداعمة للسياحة والإقامة والاستثمار في مختلف أنحاء الإمارات.
حيث كشف مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي لوكالة وام عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مختلف مطارات الدولة بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كوفيد-19. فوفقاً لآخر البيانات، وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 31,862,635 مسافراً خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نحو 20 مليون مسافر سجلت خلال نفس الفترة من عام 2022، أي بزيادة تعادل أكثر من 11.5 مليون مسافر. وتشير التقديرات إلى استمرار نمو الحركة الجوية في مختلف مطارات الدولة خلال هذا العام بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي والمتمثلة في حصول الدولة على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوق للنقل الجوي في العالم، من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على مختلف الرحلات في المطارات الدولية، حيث أن إنجازات قطاع الطيران المدني في الدولة شملت أيضاً تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث العربية للطيران وفلاي دبي وويز إير ضمن قائمة الناقلات منخفضة التكلفة العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة. ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فقد وصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية إلى نحو 536 وجهة، هذا ويصل حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالإمارات إلى ما يزيد عن تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم، ذلك لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر بشكل سنوي. ويسهم قطاع الطيران في الدولة بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة قطاع الطيران في دول كبرى إلى 2-3%، كما تمثل الإمارات أحد أفضل دول العالم في امتلاك الطائرات الصديقة للبيئة وأحدى الدول القليلة التي ترسم مستقبل البيئة في قطاع الطيران المدني الدولي. وتؤكد الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام حجم الثقة العالمية الممنوحة لقطاع الطيران المدني بالدولة وقدرته الكبيرة على التعافي وتحقيق المزيد من مستويات النمو في الفترة القادمة. أخبار متفرقة من ملاعبنا الرياضية المحلية نتعرف عليها من خلال التقرير التالي. انتهت اليوم منافسات جولة أبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو لموسم 2022-2023 التي احتضنتها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، واستمرت على مدار 3 أيام بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم. الإثارة كانت حاضرة في اليوم الأخير الذي شهد نزالات فئة المحترفين للجنسين. البطولة التي بلغ مجموع جوائزها 1.5 مليون دولار حظيت بأهمية كبيرة، كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو السنوية. زاد الوحدة الضغط على المتصدر شباب الأهلي الذي يلعب الآن ضد فريق بنياس وتساوى معه في النقاط بعد أن وضع حداً لنتائج عجمان الكبيرة، وحول تأخره أمامه إلى انتصار مثير في ساد راشد بن سعيد ب3-2 في الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين. فوز واصل فيه الوحدة زحفه وبات بذات رصيد شباب الأهلي ب51 نقطة، علماً أن المواجهات المباشرة تقف بمصلحة شباب الأهلي. وخطى البطائح خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري أدنوك بعد أن حقق فوزاً كان بأمس الحاجة إليه على فريق النصر بهدفين نظيفين
خطف بفضلهما أصحاب الأرض المركز الثاني عشر الذي يؤمن لصاحبه اللعب في دور المحترفين. البطائح الذي يلعب في الجولة الأخيرة أمام فريق العين أصبح يتقدم على دبا بفارق نقطتين بعد أن تعادل هذا الأخير أمام الشارقة بطل كأس رئيس الدولة بهدف لكل طرف، ليتراجع دبا إلى مركز الهبوط الثالث عشر. وفي لقاء بعيد عن حسابات المراكز حقق الظفر الهابط رسميا إلى دور الدرجة الأولى انتصارا معنويا على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل واحد في استاد حمدان بن زايد، وهي المرة الأولى التي يسجل الظفر أربعة أهداف بمرمى الجزيرة خلال مباراة واحدة. وقع نادي أبو ظبي للرياضات البحرية اتفاقية شراكة استراتيجية لسباق مهرجان دلمة التاريخية السادس مع جمعية دلمة التعاونية على هامش فعاليات المهرجان الذي انطلق في 28 من أبريل الماضي. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية في جزيرة دلمة كل من سالم الرميثي مدير عام نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية وإبراهيم الفندي المزروعي عضو مجلس إدارة جمعية دلمة التعاونية. علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.